حبيب كروم الكاتب العام للمكتب النقابي المركزي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة، أعلننا على تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مديرية المركز الاستشفائي الجامعي، وكما شاهدتم أن السلطة تواصلت معنا بخصوص تعليق هذه الوقفة نظرا لمنع التجمهر، وحنا استجبنا النداء ديال السلطة. ولكن احنا الرسالة ديالنا اللي بغينا نوجهها للسيد وزير الصحة والسيد رئيس الحكومة والسلطات كذلك بجميع أجهزتها بأن الشغيلة بالمركز الاستشفائي الجامعي جد متضررة، والدليل على هذا أن جميع العاملين بقطاع الصحة التابعين لوزارة الصحة استفادوا من منحة كوفيد 19 بجميع الأقاليم والجهات، في حين المركز الاستشفائي الذي كان سباقا كانت الشغيلة في الصفوف الأمامية وأصيب عدد كبير بالمركز الاستشفائي الجامعي بكوفيد 19 وتوفى العديد منهم، إلا أن الإدارة أبانت عن فشلها وعن تقاعسها في إعطاء وإلى الاهتمام الكافي للعنصر البشري، إلى حدود الساعة لم تنجح في صرف واحد الغلاف مالي التي وقعه وزير الصحة ووزير المالية من أجل استهداف الشغيلة بالمركز الاستشفائي للاستفادة من هذه المنحة، برغم هزالتها وعلتها والتمييز اللي شهدته هذه المنحة هذه، إلا أن حدود الساعة لم يستفيدوا العاملين بقطاع بالمستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وهذا راجع للقيادة الغير الحكيمة لمدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. هذا المدير تيقول لك هو على أبواب التقاعد، واش يعقل أن مدير على أبواب التقاعد سيسير مركز استشفائي جامعي من عشرات مؤسسات، بغض النظر عن الفضائح التي سجلها هذا المركز هذا فيما يخص ملفات ديال التحرش للمسؤولين، وكذلك ملفات ديال التزوير وثائق رسمية، وحنا تنتحملوا مسؤوليتنا فيما نقول، وكذلك ملف ديال الوفيات ديال الخداج الذي لم يرى النور، واعتزت عليه مدينة الرباط والمغرب قاطبة لما وقع بمشفى الولادة ومشفى الأطفال السويسي. ومن هذه المنابر هذه ندعو وزير الصحة إلى التدخل وإعادة النظر في تدبير هذا المركز الاستشفائي الذي كان يحتل مرتبة ريادية، الآن أصبح في ذيل قائمة المشفيات والمؤسسات الصحية بالمملكة وعلى الصعيد الإفريقي. وشكرا. السلام عليكم، أشكو فاطمة مساعدة تقنية وعضو في منظمة الديمقراطية للشغل. احنا هذه الوقفة اليوم اللي درنا هنا أمام المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا هو حاول صرف منحة كوفيد 19 اللي تصرفات الناس ديال التابعين لوزارة الصحة، وبالنسبة للشغيلة اللي تابعة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ما تصرفاتش اليوم هذه المنحة، ورغم أن كانوا الشغيلة ديال التابعة لهذا المركز كانت في الواجهة مع جنود مجندين ليلا ونهارا في هذه الجائحة هذه، وخا رغم هذه المنحة هذه منحة هزيلة كتعويض عن الأتعاب اللي زعما تعبوها في هذه المدة هذه اللي كانوا هما في مصلحة كوفيد مقابلين الناس اللي مرادين بهذا الوباء هذا، ولأنهم ما شافوا لا أولادهم لا الأهل ديالهم لا والو. ودابا كنطالبوا من وزير الصحة أنه يفتح تحقيق حول هذه المنحة وهذه المردودية اللي هما همشونا فيها، اللي ما كنعرفوش علاش أصلا قصاونا من هذا المصرف هذه المنحة هذه، رغم أن المنحة تعطات للناس اللي تابعين لوزارة الصحة تعطاتهم المنحة الأولى، ودابا حاليا راهم في إطار باش ياخذوا المنحة الثانية. بالنسبة لنا حنا كنطالبوا من وزير الصحة بأنه يوقف لينا في هذه المسألة هذه ديال هذا المنح ديال حاجة كوفيد 19 ونشوفوا شنو اللي كاين. هاد الوقفة كتجي أمام سياسة التعنت والاستعتاب اللي كتنهجها مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط في تأخير صرف تعويض منحة كوفيد إسوة جميع العاملين في قطاع الصحة، إذ لا يعقل أن نفس الأطر الصحية في نفس البلد فئة استفدت وفئة ما زال لم تستفيد بعد، في حين أن الفئة اللي استفدت في الأول راها في خلال استفادة من الشطر الثاني، وحنا مازال ما استفدناش من الشطر الأول. لهذا جينا لهذه الوقفة باش نعبروا على المطالب ديالنا، هي مجموعة من المطالب، ولكن المطلب اللي كيفرض راسه دابا في هذه الفترة الحالية هو مطلب تعويض منحة كوفيد. ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.